موقع أنا السلفي. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. قال الشيخ سعد رحمه الله: تفسير سورة الانفطار هي مكية. قوله تعالى: إذا السماء انفطرت، أي إذا انشقت السماء وانفطرت وتناثرت نجومها وزال جمالها، وفجرت البحار فصارت بحرا واحدا، وبعثرت القبور بأن أخرج ما فيها من الأموات، وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال. فحينئذ ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفيا، وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى ما قدمت يداه، وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. وهناك يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. وقوله: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يقول تعالى معاتبا للإنسان المقصر في حقه المتجرئ على معاصيه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أتهاونا منك في حقوقه، أم احتقارا منك لعذابه، أم عدم إيمان منك بجزائه؟ أي شيء جرأك، أي شيء خدعك حتى أعرضت عن ربك وتجرأت على معصيته؟ الذي خلقك فسواك، أي في أحسن تقويم، فعدلك، أي وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات. فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد إحسان المحسن؟ إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك. فاحمد الله إذ لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات. ولهذا قال: في أي صورة ما شاء ركبك. وقوله: كلا بل تكذبون بالدين، أي مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء، وأنتم لابد أن تحاسبوا على ما عملتم، وقد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمونها. فدخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح، فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم. هذه السورة المباركة أيضا من السور الكاشفة عما يكون في يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت، كما رواه أحمد. وبدأت هذه السورة بذكر هذه العلامات أو هذه المعالم التي تقع في يوم القيامة: السماء تنفطر تتشقق، والكواكب تنتثر وتتساقط، والبحار تفجر، الحدود التي بينها تزال، ويختلط العذب بالمالح وتصبح بحرا واحدا، ثم تشتعل نارا كما جاء معنا وسبق في سورة التكوير. وإذا القبور بعثرت، أخرج ما فيها من الأموات، تشققت وأخرج الأموات للقاء الله تبارك وتعالى والجزاء والحساب. حينها، وهذا جواب الشرط،
علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمت من الأعمال وما أخرته أيضا، وهذا يشمل ما قدمه الإنسان حال حياته وما أخره قبيل مماته، وما قدمه قبل حياته، وأيضا ما أخره بعد مماته من الصدقات الجارية التي هي الآثار. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فتظل الحسنات الجارية تجري عليه ويصل إليه ثوابها وهو في قبره. فكل ما يعمله الإنسان سيراه يوم القيامة بين يديه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وهذا يجعل العبد حريصا على العمل الصالح، متجنبا لما يغضب ربه تبارك وتعالى، وألا يغتر بستر الله عليه وعفوه. فإذا كان من أهل الإسلام وعصى وستره الله مرة بعد مرة، فلا يغتر ولا ينخدع بهذا الذي كان منه، بل ليحرص على أن يجدد التوبة وأن يكثر الاستغفار حتى يمحو له ما فات. وأما الكفار فربما بعضهم وسع عليه فخدع بذلك واغتر بهذه النعم ولم يشكرها، وأعرض عن عبادة ربه والإيمان به، بل وتجرأ على معاصيه وحرماته وما شكر نعمة الله. وكان ابن مبارك إذا قرأ هذه الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يقول حلمك وجهلي، يعني يا رب أنك حليم وأنا جهول ظلوم، والله عز وجل يمهل عبده ويحلم عليه ويرحمه. الذي خلقك فسواك فعدلك، تذكير بنعم الله على العبد. من خلقك؟ الله. من جعلك في هذه الصورة الحسنة؟ الله سبحانه وتعالى. هذه نعم تقتضي الشكر للكفر في أي صورة ما شاء ركبك، في أجمل صورة، ولقد كرمنا بني آدم. ثم كان من بعضهم التكذيب، كلا بل تكذبون بالدين، وهذا له الويل الذي يكذب بيوم الدين. وبالتالي لا عمل يقدمه إلا السوء والمعاصي والكفر، لأنه لا يعتقد لقاء الله. وإن عليكم لحافظين، وهم الملائكة الكرام يكتبون أعمال العباد، فليستحي العبد منهم وليحرص على الحسنات دون السيئات، وليملأ صحيفته بالاستغفار، كما في الحديث طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يعود العبد نفسه على طاعة الله ولسانه على ذكر الله ليجد ذلك مكتوبا في صحيفته فيسره يوم القيامة. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.